والسر مدفون بثبات ما بين نارك والحطب. أوه أوه موفقين يا أولاد، إن شاء الله توصلوا بالسلامة. يا عمي نشتاق لك، والله نشتاق لك واجد، بس إن شاء الله بكل فترة أخرى راح نتواصل. أهم شيء لا تقطع أخبارك عنا، وطمني عليك وعلى أختي جواهر، مع أي واحد يجيب له الدويرة. إن شاء الله، إذا توفقت الأمور هناك واستقرت الحالة. صاحت أول الأموال في دينكم ها، والباقي حنوها نتصرف فيه. نجي عاد نسكن حيتكم هنا. صحيح يا عمي، اتودر ذا المكان كله ودقي معنا تسكن. تبغى الحق يا سعيد، هذا المكان ما هاين علي البر. خذ يا اخوي هذا المث وهذا شويه سح وخبز، حال الطريق والله سبحانه يوفقكم لدربكم ووصلكم لهدفكم. عمي بلدة الدويرة بلدة تجارية، عن نضيع وما نحصل بلدة تجارية. ايه يا سعيد، انت ساير الدويرة تشوف العجب العجيب. يلا يا اولاد، كريوا الفاتحة على ارواح عبد الله ومنصور، لانهم حيكونوا فاتحة الخير حالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم يسر امرنا وفرج كربنا يا الهي يا كريم يا الله. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الهي يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اطمئني، لا تخافي، انت هنا بامان. يا ولدي افعالك هذه تقول
انك رجال اصيل وولد ناس، لكن اعرف يا عمي اعرف. تريد تسأل ليش انا كنت من ضمن اللصوص الخرابين؟ صحيح انا محتارة من هذا الشيء وبغي اسألك بس مخجلة. لازم تعرفوا ان الحياة احيانا تفرض على الانسان امور هو ما كان بده يسويها. يعني انت مالص وما تشتغل معهم؟ انا ما ابرر نفسي، لكن هذه قصة طويلة محتاجة ايام عشان احكيها. كم يوم ناخذها عشان نوصل البلاد؟ والله يا ولدي مسيرة 3 أيام 4 أيام تقريبا يعني. خلاص ان شاء الله اوعدكم احكي لكم كل شيء في الطريق ان شاء الله. زين اللصوص ما يلحقونا في الطريق؟ والله اذا سويوها يكون هذا اخر يوم في حياتهم. بعدين هذا الطريق ما حد يعرفها غيري، انا اعرف كل الطرق اللي يمكن يسيروا لها الا هذه. برخصتكم يا عمي اروح ادبر لكم اكل حل الطريق. يعني انت ما تخاف ان احنا نروح عنك او نشرد او اي احد من اهل مدينتنا يجي يدور علينا ويحصلنا؟ مدينتنا ناسها البحر وما اتوقع انهم يعرفوا مكاننا هني. والله يا عم ناخذه اذا كان وجودي مضايقينكم فما يمنع ان اخليكم لحال سبيلكم، بس بشرط تعرفوا توصلوا البلاد. يا ولدي في طريق الصحراء هذا احنا ما نعرف شيء فيه للبر، مهما سرنا ما نقدر نتوجه ابدا بوجوهنا. وبعدين انت يا ولدي انت الحين تراك معنا، سواء احسنت ولا اسات. اذا خلوا ايمانكم بالله قوي وانا ان شاء الله رايح وجايينكم. انا خايفه واجد. بعدين انت اسمك مين؟ سيف بن حسن. اطمني وراح اطمنك على زوجك بعد. انا ما اريد اتزوج اذا كان الرجال مثل. لا تكملي يا بنتي، لا تحسسيني بالذنب. انا قلت كبرتي وصرتي حرمه وقلت ازوجك ولد الحلال واللي صار صار. احسن لي اجلس عانس يا ابوي ولا اتزوج رجال جبان كمان. طبعا انتم مستغربين ليش انا ما تبعت ود حسن ولا ليش ما قتلته؟ ليش ما قتلته؟ هدوء يا جماعة، لأن ود حسن ما هين ويمكن يخلص علينا واحد واحد. هذا سبب. السبب الثاني لأن ود حسن شهم، وأنا بصراحة أحب الإنسان الشهم وأحترمه. بعد والحين لازم نحافظ على هذه الثروة لأن ود حسن يفكر إنه يسترجعها. وإذا فكر يسترجعها نخليه؟ لا، لكل حادثة حديث. والحين مسؤوليتنا إن نحافظ على هذه الثروة. خلوكم دائما على هبة الاستعداد والترقب. زين؟ حاضرين ان شاء الله. يلا حاضرين. ها كيف كانت الرحلة؟ زينة، ووالدش كان متفوق في كل شيء. أكيد ما نخاف عليك يا ولدي. زين أنا هروح أغير ملابسي وأجي أكلمش عن الرحلة بالتفصيل. زين يا ولدي، على فكرة خالك سأل عنك. خالي حمد خير؟ ما أعرف، سير له باكر، هو اليوم مشغول بجني المحصول. صح. اللصوص بعد سرقوا سنة واجل من الفاغور. بس خالك ما جاب لي طاري، عن يكون انت باغي تمنعهم من هنا؟ انا اوقف قدام حميد ولا ود حسن؟ لا لا باب، انا بعني ابغى اعيش. يا ابوي يا ابوي اخاف الرجال ما يجينا ونحن اصلا ما نعرف نرجع. لا ما اظن يا بنت، هذا الرجال ما باين عليه غير كل خير. بعدين الغايب حجته معه، ويمكن راح لمكان بعيد نحن ما نعرف عنه. والله هذا الانسان مخلوق قريب يوقف ضد ربعه عشان ينقذنا نحن. يا بنت الرجال صناديق مقفله ما تبين الا في مثل هالمواقف.
بس باين عليه انه هو طيب وشجاع وامين ويحب الخير. كنت اتمنى يكون عندي ولد بمثل شجاعته، بس في الاخير هو لص. ما نحكم على الانسان يا بنتي الا لما نسمع منه. تستريحي ولا تقلقي، وان شاء الله هو جاي بيرجع ان شاء الله. شفت يا ابوي، شفت الرجال اللي باخد سوقني اياه، شفت ان لما شاف اللصوص شرد وخلانا. انا كرهته. ربنا اراد يكشف لنا نوايا، حتى ما فكر يسال عني. بس صار زين، مكتوب يا بنتي انك تكوني طول عمرك عزيزه مكرمه. يلا صار خير ان شاء الله. هذا الاكل يكفي حتى 3 اشخاص لمده 4 ايام يا سعود. اي نعم، ويمكن يزيد بعد. ما قصرت يا سعود. اسمع يا سعود، انا ممكن اغيب عن الوالد لفتره طويله، لكن لا تقلق يا سعود. انت مسافر يا ولد حسن؟ توصل امانه لمنطقه بعيده يا سعود. تكليف من حميد. ها سعود، ما ولد حسن اللي احد يكلف عليه، انا اصلح خطا يا سعود. طول عمرك نشبي يا ولد حسن. موفق يا سعود، وسلم على الأهل، ودير بالك على عبور وحسون، واهتم بالحارة إن شاء الله. إيش أخبار المرض؟ بعدك حاسب نفس الدوار والدوخة؟ إيه والله يا نجوى، لكن تروح ودقي، يمكن من التعب. ارتاحي. لكن شغل البيت بعد ما خلص. بس احنا الحين في وقت ليل، ايش باقي اساعدك؟ لو ساعدتيني امش بتسعد. خليش انت مرتاحه، باقي شويه. سيف جاي من الصيد، يمكن هو يوصلنا للطبيب. لا انا ما اريد، انا اتضايق من شوفته. عذريني على هذه الكلمة يا نجوى، أنا أخبر أبوي يتصرف. لا تعبي حالش. لا تعب ولا شيء، أنا أكلم أبوي. رقية! طريق طويلة يا النوخذة. إن شاء الله تكون ما تعبت، لأنك أنت من الصباح وأنت ما جلست ولا ارتحت يا ولدي. أنا مفكر فيك وفي المزيونة. أنا اسمي سلمى، وما تفكر فيني، أنا مشتاقة أوصل مدينتنا. إن شاء الله بنوصل بالسلامة بفضل الله وبفضل سيف. أنا مستحي منكم،
المفروض مثل طيبتكم وأخلاقكم ما حد يقاسيكم أبدا. وانت بصراحة بأفعالك غطت على كل مكروه استوالنا، وبأفعالك ناستنا الأشياء المرة. إيش رأيك يا ولدي تعيش معنا في مدينة الدويرة؟ لا يا نوخذة، أنا متعود على السحر والتعب. والله كلام أبوي زين، علشان تمسك تجارته ومراكبه وتساعده. وتقبلونه وأنا في حالتي هذه؟ لا يا ولدي، ظروف الحياة تخلي الواحد يغلط، لكن هذا ما عيب. كلامك هذا وأفعالك يعكس حسن نواياك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تقبل الله منا منكم ان شاء الله. تتوقع مدى الدويره قريبه؟ ان شاء الله ان شاء الله نوصل يوم العصر. ما باين شيء، المكان كله صحراء. على حسب اوصاف عبد المحمود والقياس العقلي يقول احنا قريبين. اخاف نكون نحن تايهين وانا اخوك. اطمن يا محمد اطمن، إن شاء الله بس نوصل ونحصل نوخذة ونعرف نتعامل معه. نحن نجمع معلومات عنه في الأول ونسأل عنه كأننا نعرفه أو كان معنا. ليش؟ لأنه يقول الصعب توصل له، التجارة ماخذة كل وقته. بس أنا على حسب ما سمعت إنه إنسان طيب. بس نحن نريد نعمل صفقة تجارية معه. رأيك زين، بس نوصل. تفضل يا بنتي، هذه الفلوس اعتقد انها تكفيكم وزياده. الله يخليك يا ابوي. امش ما كانت موافقه انك تسافري مع بنت عمش. يا ابوي ما يصير نخليها تسافر لوحدها. على العموم انا اقنعتها في الاخير، بيروح معاكم بيريك وبعض الحرس، واذا احتجتوا شيء بيريك هو اللي يتصرف. يا ابوي انت جالك صرت بلاد دويرة الساحليه؟ زمان يا بنتي، زمان وانا صغير مع عمش منصور الله يرحمه قبل لا يصاب بالعمى، والنوخذة هذا تربطنا بتجارة، هو اللي يصدر الفاهور للهند عن طريق البحر. يا ابوي رقية ردك شكرك. لا يا بنتي لا، ما في داعي ما في داعي، انا مشغول. تروحوا عند هذا الوسام المشهور وتجلسوا يومين بس، لا تتأخروا، مفهوم يا بنتي؟ مفهوم يا ابوي. ما قايل لك؟ ما قايل لك ما بيسكت عنه؟ أنذال يا حبيب أنذال، والله لو الشور شوري كان قطعته هذا حمد هو وياسر. ما دام وراهم المسمار ما أحد يقدر عليه. زين ليش ما أروح على راشد المسمار وأكلمه؟ ضيع كلامك، راشد المسمار ما يفكر إلا في مصلحة نفسه، وأعتقد هو اللي يأمرهم. لازم يعرف إن أهل الحارة ما عاقب إنه من اللي قاس يصير. هو ما عارف، وعذر الملعونة هي اللي توزع على كل الناس. ظلام ظلام، لابد وجيهم يوم لابد. كما هذيل الناس ما يتأثر بدعاوين احنا الفقراء. يا الله الرزق على رب العباد. عبود
الحمد لله رب العالمين. بس لا اشوف شويه ماي عشان اغسل يديني. اجي معك؟ لا لا كمل اكلك يا ولدي، كمل اكلك انا برجع لكم الحين. يلا تسمح لي اتكلم معك؟ تفضلي يا سلمى. في الحقيقه انا حاسه انك ما غريب عنا، كاني اعرفك من زمان. والله وهذا الزاد يا بنت الناس نفس الشعور واكثر. بشجاعتك ومواقفك معانا خلتني اعجب فيك، مع اني ما مفروض اقول هالكلام. اريد اسالك سؤال، زوجك اللي هرب يخصكم تعرفي؟ ما اعرف، بس نحن كنا ناويين نسوي الزفه والملكه في يوم واحد في بلادهم. يعني الزواج بعد ما تم؟ هو يعتبر شبه تام، لأن الناس شهدت وأبوي وافق، وأنا أول مرة أشوفه في الزفة. لا، ما دام إنه ما امتلك عليش فتعتبري حرة طليقة. الله يبشرك بالخير، الخير فيما اختاره الله. والنعم بالله والنعم. يلا يلا ظهري. خلاص أبوي أكيد طاح. أبوي يلا ظهري يلا. أخ يلا خير المخير. يلا سلامتك يا أبوي. يلا خير يا نوخذه. ظهرني الزحلق طحت على ظهري. يلا حس ظهري ما ينفصل. يلا ان شاء الله ما تشوف شر يا ابوي، ان شاء الله ما تشوف شر. اخ يا الله. ابوي تعتقد أن سعيد ومحمد وصلوا بلاد الدويرة الساحلية؟ إذا ما تشوا سيده وما توقفوا في مكان لازم اليوم يوصلوا شيء. بس يا أبوي سعيد صار رجال، ليش ما خليته يسترد حقه؟ سعيد راح يواجه رجال شرس. تعرفي من؟ عمه راشد المسمار، ولازم يكون أقوى منه. بس تتوقع يا أبوي سعيد بيحصل أخته؟ إن شاء الله مصير الحي يتلاكى. كثر ما أنا فرحان إن سعيد بدأ الخطوة الأولى، كثر ما أنا حزنان أو خايف إنه يتسرع. بس يا أبوي سعيد ذكي وفهيم وشجاع والطبيب ماهر بعد. أقول شيء مو سر الاهتمام بسعيد هاليومين. ولا شيء يا أبوي. ولا شيء يا أبوي. أمزح معش. صدقيني يا بنتي أتمنى سعيد يكون من نصيبك. خجلتني عادي يا أبوي. مالش يا حرمة مالش، شال الدنيا فوق راسي مو فيش. ما كان المفروض تخلي البنات يروحين وحدهن، ليش ما خليت سيفي رابعهن؟ ما إلى داعي ما إلى داعي، البنات ما يخاف عليهن، وبعدين معهن بيريك والحرس، خلنا ناكل. ترى بنت أخوك وين مريضة، وحدي ما تشوف فيها شيء، لا تدلع. بس ولا كلمة، أنا المسؤول الأول والأخير في هذا البيت، وكلمتي هي تمشي، وما أبغى أسمع كلام زيادة، فهمت؟ I'm not going to be able to do that.
السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. انت بعدك جالس تفكر في الشغل؟ اي شغل؟ اي شغل قطعوه عني يا زلمه. افكر اسافر من هذا الحال، بس حتى السفر محتاج الا فلوس. وبرايك هذا هو الحل يا حبيب؟ ود حسن وسافر وما عرفوا هين راح ومتى يرجع، وهذا الحين انت ناوي تسافر تلحقه عقب من يبقى في الحاره. اي يبقى في الحاره اللي يطاوع المسمار واصحابه وعوانه. انا اتكلمت مع ياسر عشان نكلم حمد، نروح نكلم المسمار. وايش نقول له؟ الكلام اللي لازم يسمعه حتى لو ما مقتنع فيه لازم نقول له. يا سلام، البحر جميل. ايه بس صوت البحر يدل على انه حامل معاه اسرار كثيره. يا سلام انك فتيت، وتفسر الامور البسيطه الى معاني كبيره. بلده جويره بلده تجاريه تعتمد على التجاره وصيد الاسماك، بس احنا عندنا مواشي وغنم. نسيت اخبرك يا محمد ان اهل هذه المدينه يتاجروا بالغنم والمواشي الى مدن واماكن بعيده عن طريق البحر. بس انا ما اشوف حركه صيادين وما اشوف حد نازل البحر. اي والله صحيح. هذا رجال، ايش رايك نروح نساله عن نوخذه؟ يلا. مثل ما خبرتك اسمع كلامي هالمره. ابشر يا محمد ابشر. حمد، ترى راشد هذه الأيام بدأ يتغير، بدأ يشك فيك ويعاند كلامي. شيء طبيعي، كل ما تقدم في السن وكثرة أمواله وما لقى شيء يفكر فيه وينشغل به تلاقينا يحاول يصلح من أخطائه. لا، وأشوف هذه الأيام بعد مهتم في بنت أخوه، رسالها تتعالج من الصداع اللي جيها. ويعني أنت ما عارفة إيش هو سبب مرضها؟ عارفة شو هو السبب، بس الشراب. الشراب اللي أنت كنت تعطينها إياه كان المفروض يجننها، بس البنت مقاومتها قوية. زين، الطبيب ما ممكن يكشف الدواء؟ الطبيب ما ممكن يكشف السبب، بس ممكن يعالجها منه. زين، وإيش العمل؟ عشان ما يهتم فيها أكثر ترحيله فكرة زواجها ومن ياسر، وأنا بخلي ياسر يجي يخطبها بأسرع وقت. وكم تريد عليها؟ والله انت عاد شوفي اخوك كم يستاهل على هذه الفكره. نريد نشوف الوالي، نحن مظلومين يا اخوان. تعال اجلس يا محمد، اجلس اجلس يا اخوي. هذا دخلونا السجن اكيد عشان تهمه. ايش التهمة اللي سويناها؟ ما سمعته يقول لك انه اخذه وبنته مسوقين واحتمال يكونوا مقتولين وسط الجبل؟ يعني عشان احنا شواوي وسألنا عنه، يعني نحن اللي اكيد. الوقت ليل، باكر الصبح نجلس مع الوالي ونشرح له الموضوع. واذا حكم علينا من اخوك؟ ما يصير حكم علينا بدون دليل يا محمد. غريبة هذه المدينة يا اخوك. يا اخوك احسن نرجع وبلاها من تجارة. احنا في الاول عارفين نخرج منه.
خير، اللهم اجعله خير. شفت حلم فزع يا ابوي، استغفر الله العظيم. خير يا بنتي ان شاء الله خير. شفت سعيد ومحمد ياكلوا صخام يا ابوي. ان شاء الله يكونوا بخير يا بنتي. اخاف صابهم شيء يا ابوي. ريحي عمر سنتي، وهذه كلها أحلام شيطانية. تعوذي من الشيطان وصلي لش ركعتين وسمي بالرحمن الرحيم. إن شاء الله يا أبوي. تمسي بالخير. أقول شيء، أركض بياش هنا ولا تستانسي؟ أستانس يا أبوي. هذه هي بلادنا يا ولدي، الدويرة. باين عليها هادية وجميلة. ايش رايك في البحر هدوء الليل؟ اجمل احساس الواحد يعبر في هذه اللحظة. مرحبا فيك يا ولدي يا ولد حسن في بلادك، حياك الله. زين النخذة، انا اخليكم على مدخل المدينة وارجع مكان. وش تقول يا سيف؟ انت لا يا ولدي، لا، انت بتعيش معنا مثل ما اتفقنا، وانا احس إن سلمة بتكون من نصيبك. إيش رأيك؟ هذا شرف كبير وأنا ما أستحقه. بالعكس يا سيف يا ولد، أنت الإنسان المناسب اللي يرفع الرأس واللي يفتخر فيه الواحد. إيش قلت يا ولد حسن؟ القول قول سلمة، والرأي رأيها، وأنا إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. الرأي رأي أبوي. يلا مشينا، حياكم حياكم. عمي النخبة حي، عمي النخبة حي، عمي النخبة حي، عمي النخبة حي، عمي النخبة وصل المدينة، عمي النخبة وصل المدينة، عمي حي، عمي النخبة وصل المدينة، عمي النخبة حي، عمي النخبة وصل المدينة، عمي النخبة حي. يا جماعة النخبة، عمي النخبة وصل. يلا ابوي سولكم همه، سولكم همه، عقلوا شوي عقلوا. الله يقويكم ان شاء الله.
الحمد لله يا عم اني ما سمعت عن قصتك لاني كنت في وسط البحر. الله سبحانه وتعالى قدر ولطف. وحي ضيفك ذا النشمي ود حسن واشكره على صنيعه معك. ود حسن يا عبد الرحيم اخلاقه عاليه، ومن اليوم هو بيساعدك وبيصبح شمج بعد. والنعم سبعة انعام والله والنعم. اسمنك ظفرت يا ود حسن، وعمتي سلمة تستاهل كل خير. تراك ناسبت احسن رجال في بلادنا، واغنى واحد واحسن واحد في المعامله الطيبه والاخلاق الحسنه. وحب بشرك يا عمي، تراني شريت الفاغور من صاحبك كله على حسب ما وصيتني. خلنا من امور التجاره الحين، ما نتفاهم عليها بعدين. خلنا نحتفل بواد حسن لانه اصبح واحد منا وفينا. احسنت يا نوخذه. اتمنى اكون عند حسن ظنكم، واموالك المسروقه بترجع باذن الله. طال عمرك سعود ينتظر الجواب، يريد يشوفك ويتكلم معك. وانت ايش قلت له؟ انا ما رمت اقول له شيء الا ما اشوفك واستشيرك واشوفك ايش تقول. لا تقول له شيء، خليه يموت من حسرته. ان شاء الله طال عمرك. ولا اقول لك خليه يجيني، بس قول له لا يجيب هذاك اللي اسمه حبيب، خليه يجيني وحده، حدد له موعد بعد يومين. ان شاء الله طال عمرك. تأمرني امر. الحمد لله ان النوخذه رجع، ولا ما كنا نعرف ايش بيصير لنا. بس بصراحه ناس طيبين واعتذروا، والقاضي ناوي يعطينا فلوس تعويض. زين خبرتنا ان احنا تجار ما محتاجين فلوس. اسمع يا محمد، الحين نستغل الفرصه ونروح نسلم على النوخذه ونتشكر له بالسلامه. صح، وبالمره نفتح موضوع التجاره معه. لا 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 لا، ما يصير نفتح موضوع التجاره عند الحين، تصير يوم يومين بعدين نكلمه. صح كلامك. يا ابو سالم. أب. يا ابو محمد روحنا. تفضل، هذا حسابك مثل كل يوم. حياك الله. يلا حياك الله، مع السلامه. جزاكم الله. أخوي، وين بيت الوسام المشهور؟ احنا غريبين عن الحارة، بس ممكن نساعدكم. اي نعم، هذا الأخ طبيب ماهر. قولوا ايش مرضكم؟